السلام عليكم اخوتي المغاربات، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وبالخصوص جالسين في بيوتكم، لانه هي دي الحاجه الوحيده اللي غادي تخلينا نكونوا بخير وعلى خير. بغيت نقول لكم من خلال هذا لا فيديو هذه انه احنا راح حاسين بكم، حاسين بالناس اللي متضررين من هذه الجلسه في الدار، اللي كانوا مضطرين انه يخرجوا يوميا باش يخدموا على وليداتهم. احنا حاسين بكم، لهذا قررنا احنا كفنانين نتضامنوا ونشتركوا في صندوق التضامن اللي داروا الناس سيدنا الله ينصرو، وغادي نكونوا يد وحدة ان شاء الله، وغادي نجتازوا هذه المحنة الى عرفنا نتصرفوا والى خدينا الامور بجدية وبوعي، خصوصا بوعي، ودرنا داكشي اللي كتقولوا لنا وزارة الصحة وتبعنا كاع التعليمات. هذا من جهة. من جهة اخرى كاينه واحد المبادرة زوينة حتى هي اللي نومينيت فيها، صباح وانا كندمز مع هاد الكلمة، نومينيت فيها من طرف صحابي الفناير. سو ثانك يو سو ماتش فناير. هاد المبادرة هي عبارة على الاعتناء بواحد الكم من العائلات او الاسر ماديا، داكشي اللي قدرنا عليه الله. فكرة جميلة، مبادرة زوينة بزاف، وفكرت حتى انا انه نوميني بعض الناس. انا اولا كان قبل هذه المبادره وغادي نشارك، غادي نشارك فيها ان شاء الله، وغادي نوميني بعض الاصدقاء الفنانين. كان نوميني عصام وشما، سي هشام سرار، محمد رضا، والفنان المقتدر رشيد الوالي. شكرا لكم، شكرا على الصبر ديالكم، والله يصبرنا جميع، وان شاء الله غادي تدوز، ان شاء الله غادي تدوز وتشبتوا الله، وما يكون الا الخير. والوعي، الوعي، اسمعوا داكشي اللي كتعطينا، التعليمات اللي كتعطينا وزاره الصحه، نتبعوا، نبقاو في بيوتنا باش نبقاو في الامان، وان شاء الله ندوزوا هذه المرحله الصعيبه، ندوزوها على خير. شكرا لكم، الله يحفظ بلادنا، والله ينصر سيدنا.